إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة. من زمان والإنسان هو الإنسان، كل عطاءه كل وفاءه فيها لمحة من فنان. حتى نجاحه مش بس مرهون بسلاحه، لازم فيه وياه إحساس يقدر يحضن كل الناس الحيران ويا الفرحان. إنسان بدرجة فنان. سهرة مع انتصار غريب. لحظة شروق الشمس، لحظة غروب اليأس، لحظة شروق الشمس، لحظة غروب اليأس، ننسى دموع الأمس بين الألم يطير. لحظة شروق الشمس، لحظة غروب اليأس، ننسى دموع الأمس بين الألم يطير. كتبت لأفتح للناس قلبي وأنظر في قلوبهم، أبكي على صدورهم وأضحك في وجوههم، أحكي عنهم ولهم وأعلن أن الوطن بشوارعه وأهله وحكاياته عشق. يا بكرة يلي جاي نورنا وانت جاي، ووهب قلوبنا الضيب قلوبنا حندفيه. تعبر عن ذاتها المكنونة من خلال شخصيات قصصها، فهي ترسم وترقص وتغني من خلالهم، والقاسم المشترك الأعظم في أعمالها هو النيل والحنين لأرض مصر. إنها الأديبة والصحفية والشاعرة نفيسة عبد الفتاح. بنزيد ومش بنقل، طول ما احنا مش بنمل، وما نهارنا يهل حيلاقي ناس تحميل. الأديبة والشاعرة والقاصة وكمان الثورية الأستاذة نفيسة عبد الفتاح، أنا قدمت مقدمة معرفش هي قريبة لقلبك بشكل كبير يعني، لكن كتير ما يعرفوش نفيسة عبد الفتاح عاشت فترة برا مصر. أولا أنا بحييكي على قراءتك، واضح أنك قرأتي النصوص قراءة جيدة وقرأتي الشخصية، فبحييكي على القراءة عشان النيل والحنين. أما طبعا هم سنتين من عمري قضيتهم في دولة زامبيا، وهم اللي فجروا كل هذا الحنين. الواحد ما يعرفش قيمة المكان لما يغادروا. وعلى الرغم من جمال الطبيعة الكبير جدا اللي في دولة زامبيا، لكن تفضل مصر هي اللي في القلب. لا بس انت استفدت برضو، واستفادت مصر برضو من خلال الرحلة لزامبيا اللي قعدت فيها سنتين، عملت لنا رواية جميلة اسمها تراب أحمر. ده حقيقي، وأنا يعني ببارك لك. الله يبارك. عشان الرواية تحولت إلى منهج دراسي لطلبة الدراسات العليا في جامعة المنيا كلية دار العلوم. تمام. الدكتور محمد عبد الله حسين لما قرا النص قال لي كلمة واحدة، قال لي يكفيك إن أنا أقول لك إن أنا حبيت هذا العمل. وقرروا على الفور لطلبة الدراسات العليا، وده من دواعي فخري. الدكتور حسام عقل أيضا قرروا في كلية التربية جامعة عين شمس، ودي حاجة ما حدش يعرفها يعني. يمكن من الحيثيات اللي هم اختاروا على أساسها الرواية، رواية تراب أحمر. طبعا كلمة تراب أحمر تراب أفريقيا بالزبط، لونه أحمر. إن الرواية متفردة، السرد بتاعها في تفاصيل جديدة غير واردة في الأدب العربي. أنا بعتقد أنه يكاد يكون مفيش نص روائي
عربي اتعمل في داخل أفريقيا باستثناء طبعا يعني أعمال للطيب صالح مثلا لأن هو سوداني أصلا، لكن مفيش دائما كان التشوق بتاع الكتاب للشمال لأوروبا وأمريكا وبلاد الغرب، محدش دخل في قلب القارة الأفريقية وكتب على أهميتها الشديدة طبعا. أي. فده دي في حد ذاتها نقطة تفرد. أضيفي لذلك أنه أنا يعني النقاد قالوا عن هذا العمل الروائي أنه مكتوب بأسلوب مختلف وأنه بيخاطب المشاعر الغربة والحنين للوطن بشكل مكثف أنا قريت النص حيانا استمتعت، النص فيه يعني الصراع اللي احنا مفتقدينه في الأعمال، حتى الرواية شبه درامية يعني فيها زي دراما كده، فيها سيناريو سينما شوية البوليسية كمان. أنا ما قصدتوش طبعا، لكن يعني هي تسببت في طبيعة النص نفسه. انت عاملة قبل كده للنهر بعض الأسرار وعاملة لا شيء سواها، دي مجموعات قصصية قصيرة بالزبط. لكن أنا ملاحظة حاجة في أعمال الأديبة الأستاذة نفيسة عبد الفتاح، إنك مش بتذكري أسماء، يعني إحنا اتعودنا نقرأ نقول إيه وراحت سامية فقابلت عمر فقال لها أين نادين، حاجات كده. أنت رواياتك وقصصك القصيرة ما فيهاش أسامي، هو وهي وهم. أنا عايزة كل واحد يلاقي نفسه في النص ده. أنت التجربة نفسها قد تكون تجربتك وقد تكون تجربتي، التجارب الإنسانية بتتشابه. فده كان هدف من أهدافي إن أنا ما سميش مخصص باسم، ليرى كل شخص نفسه في هذه التجربة. لكن كل الأعمال أنا بحس فيها مصر وملامحها والنيل والحنين الغربة. الغربة قاسم مشترك، سواء غربة من الداخل، يعني الإنسان قد يغترب من جواه وهو وسط أهله ويحس بهذه الغربة، وقد يغترب لأنه سافر أو ترك هذا المكان. لما رجعت مصر بقى الغربة درجات برضو بتتفاوت. أحيانا كنت بحس إن في حاجات كتير اتغيرت في طبائع الناس، وده بيحسسك من سنتين من الغربة، سنتين من الغربة على المحب العاشق للبلد دي يبقوا كأنهم 200 سنة. بالأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وفي دمي، بالأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وفي دمي، على صدرك أرتاح من همي وبأمرك أشعلها نيران. يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وفي دمي، بالأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وفي دمي، على صدري أرتاح من همي وبأمرك أشعلها نيران. يا ملفيت سواح متغرب وانا دمي بحبك متشرب، يا ملفيت سواح متغرب وانا دمي بحبك متشرب، ابعد عنك قلبي يقرب ويرفرف عني العطشان. بالاحضان بالاحضان بالاحضان. أستاذة نفيسة عبد الفتاح كصحفية بقى، يعني أنا قلت الروائية والشاعرة، والشاعرة دي خليها على جنب هتجيلنا دلوقتي، صحفية يعني أنا تعرفت عليكي كصحفية في الأدب وكحد من اللي بيفجروا قضايا تخص الأثار والمشاكل الأثار وفكرة الأثار، هل لأنك فعلا بتحب التراث المصري القديم والحضارة المصرية، ولا مجرد كانت شغلانة يعني انت تعملي بها تحقيقات؟ لا، شوفي بجد اللي بيحب البلد دي بيحبها كده على بعضها، بيحب نيلها شجرها أثرها، ده جزء من مكونك، من مكونك الرئيسي موروثك. اللي ما يحبش أثار البلد دي
يبقى ما هوش منها. صحيح. ده تاريخك. فأنا فعلا أنا عشقتها كجزء من تكوين. يعني إحنا زمان كانوا بيفسحونا يودونا الهرم ويودونا المتاحف. يعني اتربينا على ده. أنا يعني أنا حزينة لأن أولادنا ما مش عايشين ده دلوقتي بكل جمال، وده بينتقص من الانتماء. أنا بحس كمان في نفيسة عبد الفتاح إن هي يعني بتعيش فعلا كل حاجة. لما نزلت ثورة يناير أنت يعني عشت في الميدان فترة، حولتي الأحداث بتاعت اليوميات بتاعت الميدان لقصص قصيرة مش تحقيقات، بقيتي تنشري قصص قصيرة. ده حقيقي. يعني أنا أول نزولي كان في ثورة الغضب. كان يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011. أنا أول حاجة كتبتها كتبت مذكرات أم من ميدان رابعة العدوية لميدان التحرير. الرحلة اللي احنا مشيناها على رجلينا دي في المسيرة دي اللي هي فيها افترقت أنا بقى عن أنا وزوجي عن ابني. فبقى هو في الميدان وانا تاه ابنك تاه عني وما كانش في تليفونات وانا نازلة اصلا على اساس يعني عيش سوا ينموت سوا يعني ما قطعوا التليفونات ساعتها قطعوا كل حاجة. ففعلا انا كتبت بمشاعري بمشاعر ام بتتحرك في هذا اليوم. وتوالت الكتابات بقى، انا كنت بغطي الميدان ولكن بغطي تغطية مختلفة، بغطيها بشكل انساني بشكل معايش مشارك. ايوه مشارك وشاعر. على فكره ده مهنيا غلط. يعني مهنيا انا المفروض ما التحمش بالحدث. لكن ما كانش ممكن لانه احنا جزء من الحدث واحنا اللي بنصنعه. صحيح. فازاي ما نلتحمش معاه. كمان انت الفت اغاني على لسان الشهداء وعلى لسان الشهيد، وعملت حاجه اسمها ورد الجنينة. أغنية أنا دهشت إن في مجموعة من شباب الميدان برضو، شباب الواعد وشباب الصغير قوي من الفنانين اتفعلوا بالأغنية وألفوها، يعني قصدي ولحنوها، ألفوها تأليفا موسيقيا يعني أيوة لحنوها. لحنوها وغنوها وقدموها لنا هدية في إنسان بدرجة فنان. أنا هفكرك بالأغنية دي دلوقتي. الله. فرقة
الواعده شباب مصر اللي تفاعلوا مع كلمات الاستاذه نفيسه عبد الفتاح، هي كلمات قادمه من الميدان، كلمات بتسجل مشاعرنا كلنا تجاه الشهداء، وكأن واحد من الشهداء بيغنوا. مؤيد عاطف، انت 21 سنة مؤيد، تمام، ليه اخترت الكلمات ديت انت وزمالك مصطفى اسماعيل عازف ايقاع عنده 17 سنة ومهاب حسام الدين عازف عود يعني لسه خريج جديد لسه متخرج عنده 22 سنة، يعني انتوا اللي ورد الجنينة فعلا. الكلمات هزتكم عشان حسيتوا ان هي بتعبر عنكم؟ اه طبعا، الكلمات يعني انا اول ما شفتها لمستني زي ما بيقولوا يعني، وعلى طول ابتديت شغل فيها وكده. تقريبا الاغنية بقالها جاهزة حوالي سنتين ونص من الثورة نفسها، وهي جاهزة بس شوية تتأجل شوية ظروف لغاية ما اجتمعت مع مهاب ومصطفى، والحمد لله ربنا كرمنا يعني وعملنا. انا حاسه يعني ومهاب بيعزف العود منفعل جدا بكلمات الاغنيه. مهاب، الكلمات انا اول ما قابلت مؤيد وتعرفت عليه سمعني الاغنيه، هو ملحن شاطر جدا، هو اللي لحنها. وعجبني اولا الكلام، لان دلوقتي مفيش كلام حلو يعني، ده اعتراف كده، لان مفيش فعلا حد بيكتب دلوقتي كلام كويس ومفيش الحان حلوه. والثورة ما جابتش حاجة يعني نقول اللي هي فعلا شغل الثورة زي ثورة يوليو مثلا يبقى حاجة في الأرشيف ونحتفظ بيها عشرات السنين. لا، ما ظنش ان في حاجة ظهرت بالشكل اللي احنا كنا متعودين عليه زمان، اللي احنا سمعناه من عبد الحليم ومن أم كلثوم، اللي احنا سمعناه مش موجود دلوقتي. بتتمنى ان الأغنية دي تتوزع وتتعمل يعني أغنية بقى بشكل أوسع وتبقى في ومتناول كل الايدين في البومات والله يا ريت. احنا من خلال حضرتك هنا نفسنا حد يسمعها، منتج يسمعها وتطلع، لان اغنيه ما فيش زيها اظن دلوقتي يعني. ما اظنش ان ملحن كبير او شاعر كبير ممكن يعملوا حاجه دلوقتي كده، لان للاسف احنا ماشيين ورا اللي الناس عايزه تسمعه. مصطفى اسماعيل يمكن اصغر الاعضاء سنا. مصطفى، انت بتحب الايقاع؟ طبعا، بدات من زمان، بس بدات غربي الاول يعني. الطاوله ده يعتبر جديد. بدات الاول غربي، اتعلمت درامز، خدت بيزكس، بعد كده ابتديت اعلم نفسي. بعد كده يعني ابتديت اعزف شرقي مع حد يعني امير امام، هو اللي علمني. بلعب طبله وبلعب في الغربي، بلعب بونجز وكاخون ودرامز، وفي الشرقي بلعب طبله ودف. بتحس ان انغام الايقاع بتترجم فعلا كلمات الاغنيه؟ طبعا يعني. هو اصلا يعني المزيكا ايقاع ونغم، تمام. هو الايقاع هو بالذات في الاغنيه دي، هو فعلا يعني مؤيد الاغنيه كان زي مهاب قال، مفيش حد بيعمل حاجه زي دلوقتي. كل الناس بتشتغل ان هو مزيكا شغاله من على كمبيوتر او اي حاجه زي كده من برنامج، مفيش اي ايقاعات مختلفه ولا اي حاجه يعني. مفيش روح. لا، مفيش روح خالص. ايوه، انا بتمنى لكم يعني كل التوفيق. والاستاذه نفيسه عبد الفتاح انا شايفه ملامحها يعني سعيده جدا ان هي يعني تسمع الاغنيه بتاعتها بهذا الشكل، وانا شخصيا بتمنى ان الاغنيه فعلا تتوزع وان هي تتغنى بشكل اوسع وفرقه كبيره وتنتشر وتكون يعني بشرة خير ليكم ان شاء الله يا رب. هو مهاب عضو فرقه في فرقه اهل المغنى، قياده المايسترو حسام سمير، معايا في نفس الفرقة، ومصطفى معاه في نفس الفرقة، فرداني ومؤيد. إن شاء الله بإذن الله نشوفكم فنانين كبار، وتكون دي بداية ليكم، ويعني الشباب بقى يعني يعبر عن نفسه بأغاني قادمة من الميدان. أستاذة نفيسة عبد الفتاح قادمة يعني. والله يعني إحنا استمتعنا إن هي أكبركم سنا بس قادمة من الميدان. إحنا استمتعنا إن إحنا اشتغلنا على كلامها، لأنه فعلا طالع من القلب. أستاذة نفيسة عبد الفتاح، يعني إيه رأيك في الأداء اللي إحنا سمعناه دلوقتي؟ أنا سعيدة لسبب إن أنا وأنا بكتب هذا الكلام ما كنتش متصورة أنه ممكن يتغنى أو يتلحن. أنا بس بعبر عن شعوري، بعبر عن ألمي ووجعي للولاد اللي ورد الجنينة اللي اتقطف بدري فعلا يعني. يمكن الفضل في ظهور الأغنية، وممكن يعني تظهر بشكل أفضل زي ما اتكلمنا مع الفرقة. كان مؤيد عاطف. مؤيد، أنت لقطت الأغنية من على المدونة بتاعت الأستاذة نفيسة عبد الفتاح، تمام. يعني دخلنا والأغنية الكلام عجبنا عموما، ويعني عايز لك تلحن في ساعتها، الكلام كان حلو يعني، اللحن ما كانش حسيت إنه بيعبر عنك.
اللحن كلام طالع من القلب، فاللحن كمان طالع من القلب على طول. يمكن كتير ما يعرفوش ان الاستاذه نفيسه عبد الفتاح الصحفيه اللي لمعت في الصحافه، بتنشري في عدد كبير ما شاء الله في الصحف والمجلات، رئيس التحرير احدى المجلات الادبيه. طبعا الاعمال بتاعتك لما بالسرعه دي، انت بادئه مش كتير، بادئه من 2003 بتنشري، بتوصلي 2000 اول مجموعه قصصيه 2000 2000 2000 2003 و2014 أيوة. يعني كل فتره كده بتطلع لنا حاجه، وكمان بتدرس في الدراسات العليا. كتير ما عرفوش ان انت بداتي ربة منزل، انت خريجه علوم كيمياء بس قعدت في البيت طول قوي بتربي ما شاء الله 3 رجاله ما شاء الله، لحد ما كبروا وبداتي. كنت مخزنه كل ده ولا كنت بتستعدي ولا كنت بتعملي اعمال ما بتنشرش؟ بصي، عمري ما كنت رب البيت، بمعنى ان انا قاعدة ومنعزل عن العالم دائما، يعني ربنا يبقى في ايدينا كتاب. برضو دي من الحاجات الثقافات اللي ما بقتش موجودة دلوقتي، بقى في ايدهم النت دلوقتي. دائما كنت بطور ادواتي، كنت بذكر، بمعنى انه كتاب في فن كتابة القصة القصيرة لازم اجيبه واقراه. اعمال كبار الكتاب تربينا عليها، فدائما وكنت بتابع، يعني مثلا كنت اتصل بالدكتور مصطفى عبد الغني في الاهرام واديله النصوص بتاعتي ويقراها ونتناقش فيها. كان ابني عبد الفتاح مولود بشيله على كتفي واروح احضر بينا دوت شعر. يعني ما كنتش قاعده في البيت، بمعنى ان انا انتهيت كمبدع، كنت متواصل، والتواصل ده بيخلق التطور. ده بيدي امل لناس كتير ان هي ما ربت البيت وخلاص وحياتها ضاعت. وبعدين فرصه كمان ان احنا معانا استاذ حامد، استاذ حامد عبد القادر، طبعا زوج الكاتبه الاستاذه نفيسه عبد الفتاح. حضرتك محاسب يا استاذ حامد؟ محاسب. طيب بتقيم لنا كده الاستاذه نفيسه بلغه الحسابات تاخد كام في الميه؟ والله هي زي ما قالت، انت مش تسألني في ايه؟ كأديبة ولا كزوجة ولا ك... ولا كلها على بعضها كده باكج؟ والله يعني هي هي نفسة من النوع اللي هو حقيقة بيجيب كل فن. فإذا كان في البيت يعني مبدعة، في الأدب مبدعة، التقييم امتياز يعني. مش مدابلة يعني دل نقول عين المحب. لا دي هو طبعا عين المحب، بس دي حق. طيب انت كنت متوقع ايام زامبيا في الرحلة الشاقة دي اللي انتوا كنتوا فيها، طبعا رحلة عمل لحضرتك وهي كانت مصاحبة لي، كنت متوقع ان هي تعمل عمل ادبي ينال الحظوة دي ويتدرس كمان في الجامعة استاذ حامد؟ بالتأكيد، لانه يعني من خلال معاشية النفيسة اكتشفت ان المبدع ده انسان مختلف تماما، بينظر الاشياء بطريقة مختلفة وبيقرأها بطريقة مختلفة. اذكر لما سمعت سلامات يا حبايب لمحرم فؤاد بكت بكاء شديد جدا، وهي هنا وهي هنا. عديت بحر الليالي ونزلت ميت مدينه، لقيت الشوق لبلدي سابقني في كل مينا. عديت بحر الليالي ونزلت ميت مدينة، لقيت الشوق لبلدي سابقني في كل مينا. عديت بحر الليالي ونزلت ميت مدينة، لقيت الشوق لبلدي سابقني في كل مينا. سافرت بلاد بعاد وبلاد غير البلاد، وسافرت بلاد بعاد وبلاد غير البلاد، وسافرت بلاد بعاد وبلاد غير البلاد. وقلبي هو مش قادر عالبعاد، وتروحيني ببلدي انام في
ابن بلدي واقول لاهل بلدي هنام في حضن بلدي واقول لاهل بلدي سلامات سلامات يا بلدي سلامات يا حضن بلدي سلامات سلامات يا بلدي سلامات يا حضن بلدي سلامات يا أهل بلدي يا حبايب سلامات يا حبايب سلامات يا حبايب سلامات أستاذ حمد عبد القادر المحاسب زوج طبعا الأديبة الرائعة والشاعرة الأستاذة الفيسة عبد الفتاح. أنت لاحظت اللي أنا لاحظته والأغنية شغالة؟ أيوه يعني باكت من جديد. كان بتعمل الحركات دي هناك في زامبيا؟ يعني أنا الحقيقة بتشوف حضرتك هي يعني دايما طول النهار بتوجف الأولاد بترتب البيت وكده وبعدين فجأة تلاقي خارج منها إبداع أدبي. أحيانا بسأل نفسي بجد والله يلا مش هي دي الست اللي كانت بتزعل الواد من شوية؟ أيوة. الكلام ده خرج لا منها. وست بقى اللي كانت واقفة في اللجان الشعبية أيام الثورة بإيد الإيه؟ النشابة عشان لو يجوا اللصوص ولا حاجة على البيت ولا. في عند المبدع مخزون بتفاجأ بيه طالع في لحظة أنت بتتخيلش إن هو ده المبدع اللي عايش معاك. أيوة. يعني وما أكثر تنفعل بالمشاعر الجمل المبهرة والتعبيرات اللي بتطلع منها اللي بتطلع منها يعني واللي طبعا مؤيد عاطف يخش يخش المدونة ايه يقلب عيشه زي ما قال يلا يا عم القط بقى يلا بيجري شهد وحصاده سبلت ورد منورة على الخد النيل سألني بجد لساكي نفس البنت أم الضفاير خير متعشقة بالود وعيونها قمرة في ليل وفي الشدايد سد أم اللسان موزون كلامه جد في جد أم الدوى الموصوف حنية ملهاش حد ضحكت أنا للنيل مديت كفوفي شربت وقلت له ازاي ما كنش نفس البنت وانت اللي راوي القلب وانت اللي بيك النبض كل الشكر للأديبة والروائية والشاعرة والصحفية أيضا والثورية الأستاذة نفيسة عبد الفتاح ولزوجها الأستاذ حامد عبد القادر ولفرقة مصر الجميلة الجيل الواعد ورد الجنينة مهاب حسام الدين ومصطفى إسماعيل ومعهم المطرب الشاب مؤيد عاطف وفعلا نفيسة عبد الفتاح استحقت لقب إنسان بدرجة فنان مع أجمل تحياتي وتحيات أحمد خلف من الهندسة الإذاعية صورة بلدي وحبايبي مرسومة جوا قلبي مواويل 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 صورة بلدي وحبايبي مرسومة جوا قلبي مواويل مواويل مواويل